أفرأيتم بصورة الواقعة هاكيس مرة كتبت مرتين بصيغة ومرتين مرتان بصيغة أخرى، ما هو الهدف؟ أفرأيتم ما تنون، أفرأيتم ما تحرقون، أي نعم، أفرأيتم النار التي تشربون، أي نعم، أفرأيتم النار التي تشربون، أي صيغة مختلفة بالكتابة؟ ما أدري، أنت وصل إلى علمك شيء من هذا الكلام؟ رسم المصحف هك. يعني لا يقاس عليه، خطاني لا يقاس عليه، الرسم العثماني والخط العروض. ممكن تشكيلة سيد عشان في ضم وفي سكون فيها، ممكن يعني الضم في اثنين الأول في اثنين ضم وفي اثنين في سكون والثانية سكون. يعني إشارة إلى السندوتشات عقيد، افتح الكيس، افتح الكيس، هك عقيد، اضبطهم. يعني ما فيهم معنياهم واحد؟ أفرأيتم؟ ما معنى كلمة أفرأيتم؟ لأن الميم مدغمة في الميم اللي بعدها، إنما الدنيا ما فيهاش ميم، الماء النار. صح، شكرا. ادغام حرفين متماثلين، افرايتم ما تمنون، افرايتم ما تحرثون، انما الثانيه الماء مش ما تدغمش في الميم، والنار برضه.